رمضان ما فيش حاجه؟ لا الحمد لله. لا لا اجازه. اجازي بقى عشان البيبي. هي مش اجازه بس يعني اعتبرها اجازه. ان شاء الله دايما بالتوفيق يا يسرى. وكلمه بقى لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج وليود الشرق، تقولي لهم ايه؟ احب احيي جمهوري في العراق، والحقيقه انا ساعات بشوف تعليقات ايجابيه جدا عامة من دول عربية شقيقة كتير، ودي حاجة بتفرحني. وإن شاء الله أعمالي تفضل تعجبكم في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي يا عمر ودايما متألق. شكرا.